رجل يقول: عرضت علي خالتي الزواج من ابنتها فقبلت وتزوجتها ورزقت منها بطفلة عمرها الآن سنة تقريبا، وفي جلسة عائلية لتصفية خلافات مع زوجتي وأمها قالت خالتي: تبقى ابني وترضع صدري وتشتمني، فدهشت من كلامها، فماذا أفعل؟ أفتوني أفادكم الله. إن كانت هذه المرأة وهي أم زوجتك كاذبة في هذا الادعاء بأنك رضعت منها فلا عبرة بقولها، أما إن كانت صادقة في إرضاعك 5 مرات فإن شهادتها وحدها غير مقبولة عند جمهور الفقهاء، وعليه فالزوجية باقية، والله أعلم.